طيب اليوم إن شاء الله راح نبدأ في الريجريشن. ريجريشن معناها الانحدار. طبعا احنا لسه في موضوع الإحصاء يا شباب، لسه في موضوع الإحصاء. يعني في موضوع الإحصاء أخذنا الـ descriptive statistics، الإحصاء الوصفي وكل ما يتعلق فيه، وإنه عادة أنا بستخدمه عشان إنه أوصف البيانات تبعتي، أعرف مراكز البيانات وكيف توزيعة البيانات ومدى تشتتها عن المركز. هذا باختصار الإحصاء الوصفي. وبعدين بدينا نحكي على يعني على بعض الخوارزميات المستندة على البروبابيليتي واللي هي نايف بايس. وبعدين بدنا نستخدم أو بدنا ندرس موضوع الريجريشن واللي هو أصلاً معتمد على الإحصاء الاستنتاجي. في فرق بين الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستنتاجي. الإحصاء الاستنتاجي أو الاستدلالي inferential statistics إنه بدلالة متغير بدك تستنتج قيمة متغير تاني. تمام؟ طبعا إحنا في الإحصاء درسنا موضوع الكوريليشن. بدك تفهم الفرق بين الكوريليشن والريجريشن. كوريليشن إنه أنت بس بدك تشوف علاقة بين المتغيرين هدول، هل هي قوية أم ضعيفة؟ هل هي موجبة أم سالبة؟ واضح ايش يعني موجبة وسالبة؟ يعني اذا موجبة هذه بتزيد هذه بتزيد، سالبة واحدة بتزيد واحدة بتقل. تمام؟ فبس هذا هو الغرض من الكوريليشن، انه انت تعرف في علاقة بين متغيرين ولا لا. اما الريجريشن انه انت بدك تستنتج او بدك توجد قيمة متغير باستدلال قيمة متغير باستخدام قيمة متغير ثاني. تمام؟ فعشان هيك انه اسمه احصاء استنتاجي. طبعا تذكيرا بالموضوع، انتوا اخذتوا خوارزميات الماشين ليرنينج سوبرفايزد اند سوبرفايزد. حكينا عن كمان مره بناكد انه البيزيان انه هي تيجي تحت الكلاسيفيكيشن، لانه التارجت اللي انت بتعمل له بريدكت هو عباره عن كاتيجوري. والريجريشن انه انت بتستخدم يعني بتعمل بريدكت للنيوميريك تارجت. تمام؟ فبالتالي الريجريشن الفكره الاساسيه تبعته انه بدي ارسم لاين باستخدام يعني النقاط تبعتي. تمام؟ بدي احاول انه انا اوجد، يبقى التاسك هنا في الريجريشن انه انا في عندي هنا مجموعه من النقاط، هي البيانات تبعتي، هي الداتا بوينتس تبعتي، بدي احاول ارسم لاين بيمثل هذه النقاط. تمام؟ كيف بستخدمه انا في البريدكشن؟ بقول بعمل اسقاط. اذا كانت والله قيمه، على سبيل المثال اذا كانت قيمه اكس هالقد، قديش ممكن تكون قيمة واي؟ هاي مفهوم الإسقاط بروجكشن، هيك أنت بتستخدمه في البروجكشن. طبعا بعد ما توجد معادلة الخط هذا. تمام؟ طبعا الخط هذا يعني ممكن إنه هو يكون خط مستقيم، حورجي لك يعني الآن. يعني خليني أقفز هنا، أنت في عندك الريجريشن في لينير. تمام؟ وفي عندك بولينوميال. لينير زي ما انت شايف هو عبارة عن خط مستقيم، وزي ما انت شايف اذا بتلاحظ البيانات في الرسمتين هما نفس البيانات، نفس الداتا بوينتس تبعتك. لكن هنا انه حاول انه هو يرسم خط مستقيم في لينير ريجريشن يعمل فيت لمعظم النقاط، بيمثل معظم النقاط. فبالتالي الفكرة شو معناته؟ انه احنا بدنا نوجد اللاين، معادلة الخط المستقيم هذا، لانه الخط المستقيم قد يكون هيك. تمام؟ قد يكون هيك افضل اشي. طبعا هذا خط مستقيم بس عشان انه يعني عشان تكون في الصورة يعني، مش تمام زي هيك. فانت في عندك عدة خطوط مستقيمة ممكن تمثل البيانات، فايش هو افضل خط؟ هذه هي التاسك اللي احنا بنحاول ان احنا نوجدها. اما في البولينوميال انه بتكون درجة المعادلة يعني من الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة. تمام؟ هذه معادلة خطية من الدرجة الأولى، هذه معادلة من الدرجة الثانية أو الثالثة. تمام؟ لا، أنا بحكي على المتغيرات نفسها. يعني هنا إنه يعني إنه واي بتساوي، تمام؟ طبعا بي اللي هو زائد مثلا هذه بي زيرو، هذه بي واحد إكس واحد زائد
بي 2 اكس 2، فممكن تكون مالتي دايمنشنال، مالتي دايمنشنال. لكن المقصود هنا في البولينوميال لانه المعادله من الدرجه الثانيه انه بتكون المعادله تربيعيه يعني، فبالتالي انه الواي بتساوي بي 0 اكس 1 زائد بي 1 مضروبه في اكس 1 تربيع، والبي 2 تمام ممكن تكون في اكس او ممكن تكون مرفوعه للقوه 3 او ممكن مرفوعه للقوه 4، فبالتالي انه هاي المعادله انه بولينوميال هاي المقصود فيها تمام. وخلي بالك انه انت ما تخلط بين الريجريشن سواء كان لينير او بولينوميال واللوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن هو عباره عن كلاسيفيكيشن، التارجت تبعي بيكون كاتيجوري تمام. اما النيوميريك انا عندي لينير وبولينوميال تمام. طيب هدفي ايش ممكن انا استخدمه كتطبيقات؟ ممكن انا استخدمه في الستوك برايس فوركاست. طبعا الستوك برايس هي عبارة عن لينير. طب تلاحظ انه انت عندك بدي انا لاين بيمثل انا عندي سعر السهم الستوك تمام، اسواق يعني الاسهم. ديماند لوجيستيك ريجريشن، لوجيستيك ريجريشن هذا كلاسيفيكيشن مش ريجريشن، يعني بمعنى انه التارجت بيكون عباره عن كاتيجوري مش نمبر. لاحظ انه هنا في الستوك برايس بريدكشن هذا عباره عن نمبر، انت بدك تتنبأ سعر نمبر فلوت نمبر. ديماند اند سيل فوليوم اناليسيس هذا عباره عن نمبرز برضه. ميديكال دياجنوستيز يعني ممكن انه انت تتنبأ مثلا بدرجه او قديش مثلا قديش درجه تركيز مش عارف ابصر ايش في الدم مثلا. اني تايم نمبر، اني نمبر تايم كوريليشن يعني اي حاجه لها علاقه بالنمبر بالتايم ممكن انه انت تطبق عليها ريجريشن. يعني على سبيل المثال الغاز او الفيول او الانرجي كونسامبشن بيزيد في فصل الشتاء وبقل، يعني مرتبط بالوقت، وبقل في فصل الصيف تمام. وزي مثلا انه الهاوس برايس بريدكشن ممكن انه انت تتنبأ باسعار البيوت، انت ممكن تعمل موديل على هذا الاساس تمام. طبعا يعني انت بدك تعمل موديل بمثل الهيومن نوليدج. ايش الهيومن نوليدج؟ مين الهيومن نوليدج اللي احنا بدنا نمثله؟ السمسار صح تمام. تيجي بتقول له انا والله في عندي بيت بدي ابيعه، ايش بيسالك؟ بروح بيسالك مجموعه من الاسئله، بناء على الاسئله هذه بروح بقول لك انه هذا سعره بتراوح بين كذا وبين كذا. ايش بيسالك؟ وين مكانه؟ قديش مساحته؟ كم غرفه فيه؟ كم حمام فيه؟ في اي طابق لو كان في عماره؟ فكل هدول وقتيش له مبني؟ قديم ولا حديث؟ يعني بده تجديد ولا بدوش تجديد؟ فهدول كلهم بياثروا في سعر البيت تمام. فاحنا بدنا نستغني عن الهيومن اكسبرت هذا السمسار، فبالتالي انه انا بدي موديل انه انا ادي له الفيتشرز هدول ويقول لي انه هذا السعر تبعه هلقد. ونفس الشيء بالنسبه للفلايت، الفلايت برايس بريدكشن انه انت بناء على الفلايت ايش على ايش بتعتمد؟ سعر الرحله على ايش بتعتمد؟ بتعتمد على شغلات كثيره من الفلايت، انه قديش المسافه اول حاجه تمام، وايش هي المدينه هذه يعني من وين، ايش الـ ايش الديبارتشر وايش الديستنيشن تبعتك، ايش الديبارتشر وايش الديستنيشن تبعتك تمام. فبالتالي كل ما زادت المسافه كل ما زادت يعني بعد المسافه يفترض انه يزيد سعر الرحله. في عامل ثاني على الموضوع؟ بالضبط، مرتبطة بالوقت بالإضافة لارتباط في موضوع الدرجات، يعني سواء كان ايكونوميك كلاس أو فيرست كلاس أو البزنس كلاس تمام. شو كمان؟ الجو
لا، ما هو حالة الجو انه مرتبط انه بالسيزون، يعني انه سواء يعني انت عادة في الصيف بيكثر الطلب على الرحلات الجوية، في الشتاء بيجي يعني يعني انت في عندك مواسم الاعياد برضه بيكثر، او مواسم العطلات تمام بيكثر انه انت عندك الطلب على الرحلات. في شغلة مهمة يعني هذا عامل خارجي يعني، بس انا بحكي انه في الفلايت نفسها انه هذه الرحلة دايركت ولا فيها ترانزيت. تمام، عادة الرحلات اللي بيكون فيها ترانزيت اغلى ولا ارخص؟ ارخص اكيد بالطبع، لانه انت بتطول لما تصل الديستنيشن تبعتك، و عادة انه بتكون ارخص. ليش؟ لانه انت يعني بتحاول انه انت توجد كونكتينج فلايت، يعني انه انت يعني الرحلات اللي بدك تروح لها على المكان الفلاني انه الرحلات اللي هذه انه غاليه، فبالتالي انت بتروح لمكان وبتغير الطياره، بتروح يعني بتعمل ترانزيت، بتغير المكان، بتغير الفلايت عشان انه انت تصل للديستنيشن تبعتك. فبالتالي في فيتشر انه الفلايت هذه دايركت ولا فيها ستوبس، والستوبس هذه قديش ممكن تكون؟ 1 ستوب، 2 ستوبس، 3 ستوبس، أكثر من هيك ما شفتش يعني. تمام؟ طيب، أوكي. طيب، الريجريشن في الحقيقة إنه هو مستخدم على نطاق واسع، والميزة تبعته إنه سهل إنه أنت تفسره، انه انت تيجي تقول والله يعني من خلال معادلة. تخيل انه انت عندك الموديل تمام، بيكون انه بيتم تمثيله بمعادلة، يعني انت يعني انت اخذته على سبيل المثال خوارزمية من الخوارزميات زي الديسيجن تري مثلا، صح؟ اخذته الديسيجن تري، فاكرينها؟ كيف؟ ماشي، بس كيف شكل الموديل تبعك؟ عبارة عن شجرة. هنا الموديل عبارة عن ايش؟ معادلة. ليش انه المعادلة هذه سهل انه انت تفسرها؟ انه انت بتيجي تقول والله سعر الرحلات تمام؟ الواي تمام ايش بيساوي؟ بيساوي انه انا عندي مثلا على سبيل المثال هنا كونستانت زائد على سبيل المثال انه 0.5 من الديستنيشن، من الديستانس عفوا. يعني انت في عندك هنا كونستانت تمام، يعني قول لي قديش المسافة تمام بقول لك قديش سعر الرحلة، لأنه يعني انا راح يعني باخذ نص المسافة وبزود عليها كونستانت معين تقريبا بيطلع سعر الرحلة زي هيك. هي معناته انه انت ممكن تعمل له انتربريت، حنشوف كيف نطلع احنا الكلام هذا. يبقى زي ما حكينا انه احنا بدنا نمثل العلاقة بين اكس وواي as a straight line، والستريت لاين هذا بدنا نركز على حاجة اسمها الليست سكويرد، الليست سكويرز اللي هو قديش مقدار الايرور، حيبين معايا انا في الرسمة حقيقة اوضح لكم اياه. تمام، طبعا اكس هنا assumed to be fixed تمام، ولكن انه في انا عندي fixed معناها مش معناها انه هي مش variable، هي variable بس المقصود هنا بالفيكست معنى ذلك انه هي مش راندوم، مش انه اي حاجه عشوائيه. تمام؟ والراندومنس من وين انا بيجي؟ بيجي انا عندي من ابسيلون اللي هو بيمثل انا عندي الايرور تيرم. فبالتالي المعادله احنا ممكن انه احنا نمثلها كلينير موديل، زي ما انتم شايفين انا عندي مجموعه من النقاط زي هيك، هي الخط المستقيم. الواي اللي هو عباره عن الريسبونس فاريبل او الفاريبل اللي احنا بدنا نعمل له بريدكت، ايش بيساوي؟ السلوب تبع اللاين هذا تمام، زائد البي اللي هو الانترسبت، البي الانترسبت اللي هو وين بيقطع انا عندي الاكسس تمام، وهذا بنسميه كوفاريت كوفاريت تمام. فالفكرة في الموضوع انه احنا بدنا اللاين
إيش المقصود بالإيرور؟ خليني أوضح لك إياها هنا. يعني على سبيل المثال، لنفترض أنه أنا عندي قيمة الإكس، هذه القيمة اللي هي عبارة عن هذه النقطة، تمام؟ قديش قيمة الواي أنا عندي؟ قيمة الواي أنا عندي هذه بهذا الشكل. طبعا باستخدام اللاين وين بتكون؟ أنا عندي النقطة اللي هي موجودة هنا على اللاين بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي البريدكشن بيكون أنا عندي زي هيك. فهذه المسافة إيش بتمثل؟ المسافة اللي هي عبارة عن بتمثل أنا عندي الايرور. الايرور إنه أنت بدل ما إنه أنت تعمل بريدكت لهذه النمبر، هذه الريال نمبر، أنت عملت بريدكت لهذه النمبر، هاي المقصود بالايرور. فإحنا بدنا اللاين اللي بيجيب لي أقل ايرورز، بدي اللاين اللي بيعمل فيت بيكون مناسب لهدول النقاط ويكون في له اقل ايرور قدر الامكان، تمام؟ هذا الكلام حكيناه. في عندنا لينير وبولينوميال، بدنا نركز على اللينير حاليا. طبعا اي حدا بيشتغل في موضوع الفاينانس او في موضوع الاقتصاد بيستخدم الريجريشن بشكل كتير كبير عشان يعمل حل يعني للبروبلمز اللي موجودة عنده، ويحلل البيانات الموجودة عنده، وعشان انه هي برضو كذلك انه موجودة بلت ان في الاكسل، وبتقدر انه انت تستخدمها ببساطة في الاكسل، والاكسل برسم لك اللاين وبطلع لك المعادلة كمان. فمن كتر ما انه هو شائع الاستخدام، موجود بلت ان في الاكسل، وممكن انه اي حدا انه هو يستخدمه لو كان في عنده بده يوجد اللينير ريجريشن بين متغيرين. طبعا هنا بس انه بدنا يعني نعمل بس مسميات. انا في عندي حاجه اسمها الديبندنت فاريبل اللي هو بنسميه واي، والاندبندنت فاريبل المتغير المستقل. انا في عندي تابع، متغير تابع انه قيمته بتعتمد على الاكس، تمام؟ والاندبندنت اللي هي المتغيرة تبعت اكس واحد واكس اثنين لغاية اكس كي، تمام؟ هنا زي ما حكيت انه انا الكوريليشن، انا ما بحاول اوجد كوريليشن، الكوريليشن بس بوضح انه قديش مقدار العلاقة بين المتغيرين هدول، هل هي قوية ام ضعيفة، موجبة ام سالبة، تمام؟ اما الريجريشن اناليسيس انه احنا بدنا نوجد معادلة ماثيماتيكال ايكويشن انه ممكن نستخدمها في في البريدكشن، تمام؟ طبعا انا في عندي نوعين من المعادلات، في عندي معادلات ديترمينستيك، تمام؟ طب يكون في عندك مجموعة من المعادلات، معادلات ديترمينستيك، فبالتالي انه انه انت بتحلها رياضيا، ما في داعي انه انت تستخدم الريجريشن عشان انه انت تحلها. فبالتالي انت في عندك قيم خلاص على طول بتعوض بالمعادلة، المعادلة موجودة ومعروفة، تمام؟ فبالتالي ما فيش داعي انه انت تستخدم ريجريشن. ولكن في المقابل في انا عندي حاجه اسمها probabilistic model، لانه في الموديل هذا انه في عندك بعض الراندومنس اللي هي بتمثل الايرور. انا عندي يعني على سبيل المثال، من وين الراندومنس هذه بتيجي عشان توضح الصوره يعني بشكل اوضح. لنفترض انه انا في عندي مجموعة من المنازل اللي نفس الحجم نفس المساحة، تمام؟ بنقيسها بالقدم المربع، يفترض انه هي تبيع كلها او يعني تنباع بنفس السعر، صح؟ بس هل هذا الكلام انه صحيح؟ لا مش صحيح. ليش؟ لانه انت بتدخل انت في عندك بعض العوامل الثانية، some random error، تمام؟ و الراندوم ايرور هذا قد يكون انه على سبيل المثال، اي نعم انه البيتين هدول في نفس المنطقة ونفس المساحة بالضبط، لكن على سبيل المثال انه قد يكون انه البيت هذا او مبنيين في نفس الفترة، بس ممكن انه يكون البيت هذا انه محطوط في التشطيب يعني سوبر ديلوكس، او تم تجديده مؤخرا
يعني فبالتالي انه ما دام انه هو جدده فبالتالي انه بده يرفع سعره. فهي العوامل الراندوم ايرورز اللي بتطلع انا بتكون موجوده صحيح، ولكن بيكون في عندك بعض المتغيرات اللي انت ما بتقدر انه انت تعملها كابتشر يعني في المعادله انت عندك. يعني يعني الديترمينستيك موديل تمام بيجي بقول لك انه الكوست للبيلدينج في لنيو هاوس بيكون عبارة عن 75 لكل قدم مربع. يعني انت بدك تعرف سعر البيت، احسب لي سعر البيت تمام، عفوا احسب لي مساحة البيت واضربها في 75. يعني هذا الديترمينستيك موديل بيجي بقول لك انه انا عندي هذه المساحة من البيت، الديترمينستيك موديل بتكلف اسمنت هالقد، بتكلف تشطيب هالقد تمام، فبالتالي انه السعر تبعها بيكون يعني بهذا الشكل تمام. و واغلب البيوت انه هي بتنباع انه في يعني حوالين ال 25000، فبالتالي انه انت عندك انه الواي بتساوي 25000، هذا عبارة عن الكونستانت تبعك اللي هو الرقم الثابت تمام، زائد 75 دولار لكل فيت مربع ضرب الاكس، والاكس هي اللي بتمثل انت عندك حجم البيت بالفيت. معنى ذلك انه انت ممكن انه انت تيجي تقول بغض النظر عن مساحة البيت ما فيش بيت اقل من 25000، هذا هو الكونستانت انت عندك تمام. يعني بمعنى اخر انت تعال تطلع هنا انه ما فيش عندك ولا بيت اقل من 25000، اقل بيت يعني 30000 40000 زي هيك تمام، واطلع فوق. فبالتالي عشان هيك انت عندك بيكون المبلغ الكونستانت هذا، بالاضافه انه بيدخل انت عندك عوامل اللي هي مساحه البيت. لو بدنا ندخل بس يعني موضوع مساحه البيت، فبالتالي هنا زي ما اتفقنا انه 75 دولار ضرب المساحه بيطلع انا عندي سعر البيت بهذا الشكل. نعم. هي محددة ولا أنا بحددها؟ يعني هل في شخص أنا بعتبرهم ديبندنت واللي أوتبوت هي ديبندنت فيريبل؟ صحيح، اللي الشغلة اللي أنت بدك تعتبره بدك تعمل له بريدكشن هو بده يكون ديبندنت، واللي بدك تعمل بريدكشن باستخدامه بده يكون اندبندنت. لكن ممكن ابدل، يعني مثلا انا بدي اعمل بريدكت لشغله من هو عمليا ممكن انه انت يعني نظريا ممكن يعني بنفع انه انت تبدل، بس انه قديش انه هي ميك سنس. يعني بمعنى انه المنطق بيقول انه سعر البيت اللي هو الديبندنت فاريبل على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على المساحه. نقدر انه احنا نعكسها نقول والله انه المساحه بتعتمد على سعر البيت. مش كتير ممكن يعني انا بقول لك قديش انه هي انه ميك سنس، يعني قديش انه بيكون لها معنى. صح هو مش بيتارجت، لكن انا بدي ادرس حالات تغيراته بناء على المتغيرات الاخرى. صحيح. يعني ممكن انه يعني ممكن بالضبط ممكن فريلي انه انت تعتبر انه اي مود يعني اي فاريبل انت عندك انه هو ديبندنت، وبدك تست يعني انه تعمل له بريدكت باستخدام الديبندنت فاريبل تاني، بس لازم تكون في بيناتهم علاقة، لازم تكون في بيناتهم علاقة خطية واضحة تمام. يعني بمعنى انه هنا لاحظ انه انت يعني هنا العلاقة في كوريليشن، هنا زي ما انت شايف انت عندك اللاين في الطالع، كل ما زادت المساحة بيزيد السعر تمام. أو مثلا على سبيل المثال إنه ممكن تكون شغلة نيجاتيف، يعني مثلا على إيش؟
يعني مثلا كل بدل ما تدفع كل ما صغر اللابتوب بيزيد سعره مثلا. الكارت ثابت هذا 25 انت عندك يعني لا اللابتوب سعر المتر اللي هو فيه مربع تمام 75 صح؟ يعني مثلا الثابت هذا انت عندك هو عبارة عن انه وين، انه لما بتكون الاكس صفر من البيانات، طبعا من تمثيل البيانات هذا الكلام، يعني انت من تمثيل البيانات لقيت انه انت عندك اللاين بعمل انترسبت او بيتقاطع مع الواي اكسس، يعني بمعنى اخر لما تكون المساحة صفر تمام، يعني بكون انه سعر البيت انه 25,000، او بمعنى اخر تقدر تقول انه اسعار البيوت انه هي يعني 25، ما فيش ولا بيت اقل من 25,000 مستحيل تمام. فبالتالي انت لما رسمت اللاين لقيت انه اللاين بيقطع الواي عند ال 25,000 بالضبط بعد الهامش الهامش 25000 يعني وابدا احسب المعادله هذه ينطبق على هذا زي ما سمي تفكرش المعادله المنطقيه مش منطقيه 100% يعني بيت مساحته 3 فوت سكوير هل حيكون 25 زائد 75 3؟ لا لا مش هيك مش هيك مش هيك المنطق يعني. وفيش حاجة اسمها انه انت في عندك بيت انه المساحة تبعته صفر تمام، بس انت لما اجيت عملت يعني من البيانات تبعتك، انت من وين جبت هذه النولج؟ انت رحت على كل المكاتب العقارية، رحت جبت بيانات كل الشقق وكل الهاوسز تمام، وجبت الفيتشرز تبعتها والبيانات وبديت انه انت تطلع عليها، لقيت انه انت عندك الاسعار ولا سعر بيت اقل من 25,000، بالتالي انه خلاص يعني انه انت لما تيجي تعمل بلوت للبيانات انه حتلاقي انه هو بيتقاطع مع الواي عند ال 25,000. ولا ترى اصلا عشان يطلعها في اللاين ولا بالتريبيشن عشان هيك هو عامل لك في عندك شفت بولونوميال للريجريشن. في البولونوميال ريجريشن ممكن تكون انت عندك انه انت تقدر تجيب معادلة معادلة الخط، والخط هذا مش مستقيم، الخط هذا بيكون بولونوميال، يعني ممكن يكون من الدرجة الثانية، ممكن يكون من الدرجة الثالثة، أو كومباينيشن بيناتهم بهذا الشكل. أما هذه معادلة خطية من الدرجة الأولى. إيش يا أستاذ؟ لا، ال 75 هي البيز، يعني بمعنى آخر إنه أنت في عندك يعني حسبة رف، إنه أنت بتيجي مثلا بدك إنه أنت تبني، بدك تبني شقة، الشقة هذه قديش مساحتها، فبالتالي إنه أنت قديش إنه يلزمك بطون، بطون بحسبوا لك إياه بالقديش بالكيوبيك متر بالضبط، انه كم كيوبيك متر تمام. فبالتالي انه قول لي المساحه قديش، بقدر انه بقول لك انه قديش بلزمك بطون، وبقول لك قديش بكلف مطور تمام. طيب رف استيميشن برضو، انه انت عندك هذه المساحه هذه ايش بلزمها؟ بلزمها بلاط، وبلزمها انه انت يعني انه انت تقطعها وتشطبها وتعملها وتسويها كمتوسط. انت عندك تقريبا انه تكلفه هذه الشغله البيز هي 75، ال 25,000 كمان مره انه 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 انت عندك اقل يعني اغلب البيوت بتنباع اكثر من 25,000، فبالتالي انه هو كيف؟ صحيح بالضبط بالضبط، ما دام انه هو بيطلع خلاص. طيب من وين بتيجي عندي الفاريابيليتي او الايرور اللي احنا كنا نحكي عنه تمام؟ لاحظ انه هدول البيوت
زي ما حكينا، بس انه احنا حكينا الكلام هذا، بس انه هي تمثيله. هدول البيوت كلهم نفس المساحة صح؟ ايوه، عند الاكس اكسس نفس المساحة، ولكن السعر هاي شايف اسعار مختلفة زي ما انت شايف. فبالتالي الفاريابيليتي هذه انه ممكن تكون بسبب فيتشر تانية، ممكن تكون لها علاقة بمكان الموقع، يعني التشطيب، سوبر ديلوكس مش سوبر ديلوكس، الطابق، أي شغلات تانية يعني ممكن تكون لها علاقة. أنت يعني هي نفس الرسمة السابقة، هاي الخط المستقيم اللي بيمثل السعر بدلالة حجم البيت، تمام؟ هاجيت هنا بواضح يعني بحاول ان هو يوضح لك مفهوم الراندومنس اللي ممكن، او الفاريابيليتي اللي ممكن تكون، يعني انه ليش الموديل هذا مش ديترمينستيك؟ لو الموديل هذا ديترمينستيك يعني كان انه احنا خلاص استخدمنا هذه المعادله، قول لي قديش المساحه تبعتك، بضرب كذا في كذا، خلاص هذه ديترمينستيك. لكن انا في عندي فاريابيليتي بتضطرني انه انا اعمل لينير ريجريشن، بتضطرني انه انا ارسم الخط تمام اللي بيمثل البيانات احسن تمثيل واللي فيه اقل ايرور. كمان مره، ايش الايرور؟ زي ما وضحت لكم هنا الايرور، انه انا حكيت لك زي يعني على سبيل المثال انت عندك النقطه هذه تمام، انت اخترت انه هي، انت عندك النقاط هذه سكترت اللي هي بتمثل سعر، السعر عفوا المساحه مع السعر تمام، واضح انه هي لينير زي هيك تمام. حقيت اللاين هذا، انا بديش النقاط هذه كلها، انا بدي معادله اعوض فيها، اقول له قديش قيمه الاكس يطلع لي قيمه الواي. طبعا هذه الاكس والواي، انا بديش النقاط هذه كلها، انا بدي معادله الخط المستقيم. في معادله الخط المستقيم خلاص انه انت بتعمل بروجكت او بتعوض فيها بشكل مباشر انه هاي قيمه الاكس، فبتطلع لك قيمه الواي، فبتطلع لك ايش؟ تطلع لك ايش زي الواي الاصليه بالضبط، بيكون في عندك ايرور. فاحنا بدنا اللاين اللي بيجيب لي اقل ايرور تمام. فهي المقصود هنا في الفاريابيليتي، انه انت عندك زي ما انت شايف هاي معادلة الخط المستقيم تبعت الهاوس برايس، هاي هذه الهاوس برايس 25000 زائد 75 ضرب السايز ضرب الابسيلون. الابسلون يعني من وين بتيجي؟ من انه انت في عندك بعض البيوت لها نفس المساحه ولكن في لها اسعار مختلفه تمام، انه في عندك نسبه ايرور تمام. هنا في عندك لو فاريابيليتي وهذه عندك هاي فاريابيليتي. كمان مره طلع لي على هدول الرسمتين، هدول طلع لي على النقاط، طلعش على الخطوط، طلع على السكاتر ديتا نفس الاشي صح، ولكن انه انت هذه هاي مثلتها خط مستقيم، وممكن انه انت هنا مثلتها ب بولينوميال تمام. لاحظ انه هنا حيكون في عندك ايرور اكتر تمام، اما هنا راح يكون في عندك ايرور اقل، لانه اللاين بيحاول انه هو الخط بيحاول انه هو يتبع نمط البيانات. فانت لما يكون في عندك لو فاريابيليتي هنا بتقدر تعتبر انه انت في عندك لو فاريابيليتي، لكن لو كانت انه النقاط سكترت زي هيك انه انت في عندك برضه نقاط هنا ونقاط زي هنا هيك، الايرور راح يقل، راح يزيد عندك كتير تمام. تمام، بس انه هذا يعني شرح اللي انا شو اسمه. يبقى هذا زي ما اتفقنا انه الابسيلون هذا عبارة عن الايرور فاريبل.
تمام. فبالتالي الواي اللي حتطلع معاك بتقدر تقول انه مش سعر البيت، الاستيميتد هاوس برايس، تقولش عليها الهاوس برايس، استيميتد هاوس برايس، لانه مش زي الاكشوال بالضبط. يبقى المعادلة لو احنا رجعنا نفصصها مرة ثانية، انه انا عندي الواي اللي هو الديبندنت فاريبل، هو بيساوي البي زيرو اللي هو عبارة عن الواي انترسبت، وين النقطة اللي بيقطع فيها اللاين، انت عندك المنحنى واي، قد تكون عند الصفر، قد تكون عند نقطة معينة، عندك البي واحد اللي هو السلوب، ايش بيمثل السلوب؟ هي بيمثل انت عندك مقدار ميلان الخط، يعني ممكن يكون الخط مايل بهذه الدرجة أو ممكن يكون مايل بهذه الدرجة. فبالتالي إنه بي واحد بتمثل أنا عندي السلوب، والإكس هو عبارة عن الاندبندنت فاريبل زائد الإبسلون اللي هو الإيرور أنا عندي. تمام؟ يبقى زي ما اتفقنا إنه هذه المعادلة بدنا نرجع إنه إحنا نشوفها هنا على الرسمة، البي نوت أو البي زيرو هي عبارة عن الواي انترسبت، والبي واحد هي عبارة عن السلوب، واللي بيمثل أنت عندك الران على الرايز. تمام؟ صحيح، نعم. صحيح 100%. طيب، أي لاين؟ إحنا فهمنا كيف إنه إحنا إيش اللينير ريجريشن، بس كيف بدنا نجيب اللاين؟ يعني فهمنا إنه اللينير ريجريشن إنه إحنا بدنا نوجد، يعني بده يكون هناك في معادلة خط مستقيم بتمثل النقاط هذه، بس كيف بدنا نوجد المعادلة؟ هذا الخط ولا هذا الخط ولا هذا الخط؟ بناء على ايش؟ بناء على الايرورز تبعتي. تمام؟ فبدي اعمل استيميشن للكوفيشنتس تبعتي، ايش هي الكوفيشنتس انا عندي؟ يبقى الواي هات اللي هي الاستيميتد ايش بتساوي؟ بي 0 هذا بدي اعمل له استيميشن، وبي 1 هذا بدي اعمل له استيميشن. تمام؟ يبقى بدي اوجد بي 0 وبي 1 اللي بتعمل لي مينيمايز للسم اوف سكويرد ديفرنس بتوين ذا بوينتس اند ذا لاين، بين النقاط الاصليه واللاين نفسه، انه النقاط البي 0 والبي 1 اللي بتجيب لي اقل سكويرد ايرور اللي هو least squared error، يبقى هي أفضل النقاط. تمام؟ فعشان إنه تكون الصورة واضحة، تمام؟ إنه أنت عندك الـ y hat اللي هي هذه النقطة، تمام؟ إيش بتساوي؟ 0.934 زائد 2 114 بعد الفاصلة في x، هذه الواي هات، لكن انت عندك النقطة الأصلية هيها اكس، فبالتالي انت عندك الايرور اللي هو عبارة عن الديفرنس، وبرضه يطلق عليه الريزيدجوال. تمام؟ فهدول الايرورز انا عندي بدي احاول انه انا اقررهم قدر الامكان، اضلني احرك في اللاين هيك هيك في السلوب تبعه، ازيحه هيك وهيك، عشان يبقى بدي ازيحه يمين وشمال، واحرك في السلوب تبعه، واغير في السلوب تبعه عشان يطلع لي اقل الايرورز. تمام؟ طبعا هذا الكلام هي عباره عن ماثيماتيكال اوبتمايزيشن روتين. يبقى احنا ايش بدنا نقلل؟ بدنا نعمل مينيمايز لبي 0 وبي 1، واللي بتقلل لي الديفرنس بين ال y true وال y predict طبعا سكويرد. تمام؟ بهذا الشكل. طبعا ال y hat احنا ايش سوينا هنا؟ بس مجرد انه احنا عوضنا، احنا قاعد هينا قاعد انا ماشي نقطة نقطة، هذه ال y hat عوضنا عليها هنا، شايف؟ نفس المعادلة اللي فوق بس استبدلنا ال y hat. تمام؟ دخل التربيع جوا، فبطلع انت عندك هذا الشكل.
بعدين بدنا ناخذ الديريفاتيف للفيرست اوردر كونديشن، فبالتالي انا بدي اعمل بارشال، هذه بارشال ديريفاتيف، هذه نوتيشن للبارشال ديريفاتيف بالنسبه لبي نوت، وهنا بارشال ديريفاتيف بالنسبه لبي واحد، تمام؟ فانت هنا فضلت بالنسبه لبي بي 0، وهنا فضلت بالنسبه لبي واحد، طلع انت عندك هدول المعادلتين. نحل معادلتين بي 0 وبي 1 مع بعض، تمام؟ فهي المعادلتين انا عندي بهذا الشكل، تمام؟ فبطلع انا عندي انه الواي اي بتساوي ان بي 0 زائد بي 1 في السميشن تبع الاكس، وبي 0 بتساوي هاي المعادله تبعتها. بمعنى اخر انه البي 0 بتساوي ايش؟ بتساوي الواي بار ناقص بي 1 اكس بار. يعني بمعنى اخر بجيب متوسط الاكس وبجيب متوسط الواي، تمام؟ ساعتها ولازم انا احسب البي 1 اول حاجه، ساعتها بقدر احسب البي نوت. بنعوض في المعادله الثانيه ادي، تمام؟ بهذا الشكل، وبكمل انا عندي، يبقى هاي انا عندي بي 1 تطلع انا عندي بهذا الشكل. فبالتالي بي 1 هي عباره عن الكوفاريانس تبع الاكس والواي على الفاريانس تبع الاكس. يبقى تقدر انه انت فعلا تجيب قيمه بي 1، تمام، بدلاله الاكس والواي، وقيمه بي 0 بدلاله الاكس والواي والبي 1، ساعتها خلاص تقدر انه انت تطلع المعادله، تمام. يبقى least squares line او اللاين اللي بيجيب لي اقل الايرورز، انه بدي اوجد البي 1 والبي 0 عشان انه انا اجيب المعادله هذه. فبالتالي انه البي 1 هيها، تمام، هاي البي 1 بيساوي الاس اكس واي بالضبط، تمام، هاي المعادله تبعته هنا، تمام، والاس اكس تربيع اللي هو الستاندرد ديفيشن المربع تبعه، تمام، اللي هو عباره عن الفاريانس. وبعدين انه انا بدي اخذ البي 1 واعوض فيه هنا الواي بار اللي هو المتوسط تبع الواي، هو مجموع قيم الواي على عددها، ومتوسط الاكس مجموع قيم الاكس على عددها، بعوض فيهم هنا، خلاص طلعت بي 0 وبي 1. سلامات سلامات، طلعنا المعادله، تمام. يبقى الكوفيشنز هدول هم فعلا انه لو بدي اعتمد على الكوفاريانس والفاريانس، انه هي اللي بتجيب لي افضل او اقل الايرورز بهذا الشكل. ناخذ مثال انت لو عندك كانت الاكس هاي النقاط تبعتها بهذا الشكل، والواي هاي النقاط تبعتها هذا الشكل، يبقى من الداتا بجيب الاستاتستكس اللي هي الكوفاريانس والفاريانس، تمام، بحسب منهم الكوفيشنت، تطلع انا عندي معادله الخط المستقيم. يبقى الاستيميتد واي بتساوي 0.934 زائد 2.114 من 1000 في الاكس، يبقى هذه هي الاستيميتد واي. بمعنى ذلك انه تخيل انه هذه عباره عن معادله بتجيب لك سعر الفلايت، فبالتالي يقول لي قديش المسافه مثلا على سبيل المثال، بقول لك انه قديش السعر، او سعر البيت، او سعر الستوك برايس، فبالتالي انه بعوض فيها بشكل مباشر زي هيك. كيف؟ بولونوميال، لا، اذا كانت النقاط انه هي يعني مناسب لها اللينير فليكن، لكن اذا كانت النقاط انه فيها يعني هذه هيك وهيك وهيك وهيك،
هيك استنى هيك ما هو ماشي، انت ممكن يكون في عندك فت في المنطقة هذه، بس انه مثلا انه انت عندك في المنطقة هذه، لاحظ انه انت لما تكون انت عندك طالع بهذا الاتجاه، يعني دالة الاكس تربيع، الاكس تربيع كيف شكلها؟ كل ما زادت قيمة الاكس كل ما زاد هدف الطالع فوق. يعني انت عندك 8 تربيع غير عن 8000 تربيع، 8000 تربيع انت عندك القيمة فوق، يعني انه فبالتالي يعني انت لو استخدمت بولينوميال، معنى ذلك انه انت عندك الريجون هذه ممكن انه تخرب البريدكشن تبعها بشكل كتير كبير. واللي بحكم في الموضوع انه انت بدك تعمل سكاتر بلوت وتطلع بعينيك وتحسب الايرور، بدك تحسب الايرور، احسب الايرور باللينير واحسب الايرور بالبولينوميال، ساعتها بتقدر تحكم اكثر. فبالتالي بدك تعمل سكاتر بلوت، حناخد بولينوميال تمام. هجيت حكيت هنا حورجي لك كيف نعملها في الإكسل تمام، عشان هنشوف كيف بدنا نعملها بالبايثون. فلقيت انا عندي اكس وواي، بس مجرد ان انا بدي اخذهم زي هيك بفتح الاكسل بعمل شيت فاضي هاي لاصق تمام. طبعا على حسب الاكسل عندك، يعني مرات انت على حسب الاصدار اللي عندك، فبالتالي انت ممكن انه انت تعمل هنا انالايز داتا، او ممكن انه انت تعمل هنا كويك اناليسيس. هذا 2019 مش عارف بغض النظر، يعني بس انه يعني شو يعني، ممكن انه تفتح الاكسل عندك وتورجيني يعني تشوف تتبع معايا الان. فهي كويك اناليسيس، وبتروح على تشارتس وبتختار لاين، عفوا بتختار سكاتر تمام. لا مش هنا، خليني انا عادي السكاتر بلوت. فهنا اختار لي انسيرت، وهنا اختار سكاتر، هنا انسيرت لتشارت واختار سكاتر، وبدنا اياها سكاتر بدون توصيل لاين. شايف النقاط تمام. بعديها بتروح لي على اد تشارت اليمنت، بعدين بتروح لي على ترند لاين، وبتختار هنا لينير تمام. لاحظ هنا اكسبوننشال، هذا بولينوميال يعتبر تمام. هذا اللينير، هاي الخط انت عندك زي هيك، هاي بضغط عليه زي هيك، فهي عمل لي الخط. وبختار هنا في اللي اوت، بضلني بدور على ايش، على اللي اوت اللي بكتب لي فيه المعادلة، هاي هذا هو شايفين. قديش الار تربيع تبعها؟ 49 او 491.
نعمل انسيرت لواحد تاني، خليني اصغره هذا هيك قدر الامكان. بروح على بحط على البيانات كمان مرة، بعلم عليها وبختار insert وبختار هنا scatter، هاي scatter، وهنا بحطه تحتي، وهنا بختار add trend line، وهنا بختار exponential، يعني شايف ال exponential ها يعني بتبع البيانات، وبختار هنا في ال layout كيف؟ لينير. برضو هذه معادلة اللينير، يعني معادلة الاكسبوننشال ما طلع ليش، يعني مش موجودة في الاكسل انه طلع لك معادلة الاكسبوننشال على ما يبدو. كيف؟ بس اللي اوت هذا هو اللي بيطلع المعادلة وبيطلعها لللينير بس. نعم. حنعملها بالبايثون احنا اوريدي يعني، بس اوكي. طيب. كيف؟ شو اسمه؟ ال R سكوير اللي هو least squared error، يعني حناخدها بمثال عمل الآن. المعادلة تبعتها ال Y minus ال Y hat square summation لكل القيم اللي هي هاي بالضبط تربيع. صحيح. طيب ناخذ مثال. المثال هنا انه احنا بدنا نطلع الايكويشن. ايوه. اي رقم الايرور الار سكوير. ليش؟ هو اقل ايرور، يعني هو في اللينير موديل هو اقل مود يعني ايرور. لا ملهاش رينج، ملهاش رينج. هجيت هجيت احنا بدنا نوجد في المثال هذا بدنا نوجد المعادلة، هل في علاقة بين متوسط درجة الحرارة في يناير وخط العرض، خط العرض في الكرة الأرضية، ايش هي العلاقة؟ خط العرض كل ما ايش؟ دوائر العرض كل ما ايش صار زادت ولا قلت؟ خط الاستواء ولا مدار السرطان والجدي؟ كل ما انت قربت خط الاستواء بتزداد درجة الحرارة.
وإذا بتطلع فوق بتقل درجة الحرارة. طيب هاي قلت في عندك ثلاث معادلات. المعادلة الأولى إنه المين جانوري تمبريتشر، هاي محطوط أنت عندك برايم اللي هي الهات اللي هي البريدكشن أو عفوا الاستيميشن، إيش بيساوي؟ 100 ناقص 1.8 مضروبة في خط العرض. المعادلة الثانية بتقول إنه 108 ناقص 2.1 كوفيشنت مختلف مضروبة في اللات. والمعادلة الثالثة 115 ناقص 2.8 مضروبة في خط العرض. وهي أنت عندك البيانات تبعتك. أنهي معادلة تعمل فت أكثر للبيانات؟ اللي لها إيش؟ اللي لها إيش؟ أقل R سكوير. تمام؟ فبالتالي أنت إيش روح تسوي؟ بتروح انه انت عندك هاي خطوط اللات تبعت المدن الثلاثه، هاي هو 43 و7 49 و9 43 و3 هيهم هنا. تمام، بتروح بتحسب انت عندك الواي استيميتد واي لا باستخدام المعادله A، وهنا باستخدام المعادله B، وهنا باستخدام المعادله C. وتمام، وبتشوف انت عندك متوسط درجه الحراره اللي هي الاكشوال انت عندك في يناير. تمام، يعني هذا على سبيل المثال عمل لما كان خط العرض 43 كان درجة الحرارة الاستيميتد 21 و34 والأصلية 22 وهنا 16 و23 والأصلية 22 وهنا 5 و75 والأصلية 22. فبالتالي أنت بتقول إيش؟ إيه، لكن هنا 26 والأصلية 24، قديش الفرق؟ 26 و38 قديش الفرق؟ 2 و38 وهنا 2 و11 صح؟ وهنا كتير 10 تقريبا أو 11. تمام؟ وهنا انت عندك درجة الحرارة يعني الاستيميت 22 والاصلية كانت 13 وهنا 17 وهنا كانت 13 وهنا 6 وكانت 13. مين اقربهم؟ كان 17 ولا ال 6؟ ال 17. تمام، 17 انه في عندك فرق 4، اما الستة عندك تقريبا الفرق 6. تمام، بتجيب الصم. طبعا الصم هنا بدون يعني بغض النظر، لانه انت في عندك هنا مرات فروقات بالموجب وهنا فروقات بالسالب، بيطلع انت عندك الصم هنا ماينس 10، هنا 3، هنا 33، ربعهم بيطلع هنا 88، هنا 53، وهنا 429. فبالتالي اضبط معادلة انت عندك اللي لها اقل سكويرد ايرور اللي هي 53. تمام، كمان مثال. مثال بحكي لك انه الكار ديلر بيسجل سعر 1000 دولار لكل قراءة العداد، لكل ميل انت في عندك في العداد الاودوميتر. يعني بمعنى انه كل ما السيارة تقطع مسافات اطول كل يفترض انه يقل السعر تبعها، كل ما كانت ماشية اقل بيزيد السعر تبعها. تمام، فبالتالي انه هي عندك البيانات، هاي البرايس انت عندك، هاي الاودوميتر انت عندك 43 37 وعندك هنا 14. تمام، هنا 44 عندك 14 و1
تمام، وهنا انت عندك 45، عندك 14. لاحظ انه انت كل ما كانت او كل ما زادت السيارة، كل ما كانت السيارة ماشية اكتر سعرها بينزل بيقل، صح؟ تمام. فانت ممكن تعمل ريجريشن اناليسيس باستخدام الاكسل بهذا الشكل، فبطلع انت عندك المعادلة كيف شكلها. عندك 17 و5 و250، 17250 تمام، اللي هو الانترسبت تمام، ناقص هذا الرقم مضروب في الاكس. الاكس اللي هو قديش عدد المايلز اللي مشيتها السيارة، تمام. بمعنى آخر، السلوب، وين السلوب؟ هذا السلوب اللي هو 0.0669، تمام. لكل اديشنال مايل، معنى ذلك انه هاي السلوب، انه لكل اديشنال مايل تمام بينقص سعر السيارة بمقدار 0.0669 او 6 سنتات. السلوب معناه انه انت كل ما تمشي على السيارة كيلومتر زيادة بقل سعر السيارة 6 سنتات، هاي معنى، تمام. اما الانترسبت، الانترسبت بيقول لك انه اذا كانت الاكس زيرو، معنى ذلك انه السيارة مش ماشية بالمرة. ايش معنى ذلك؟ انه السيارة جديدة، تمام. قديش بيكون سعرها؟ 17250، 17250. فعشان هيك الريجريشن فعلا انه ايزي تو انتربريت وانه افيشنت انه انت تستخدمه. فانت قدرت انه قول لي السيارة تبعتك قديش ماشية، بقول لك سعرها بهذا الموديل. فعلا انه انت بتيجي يعني بدون ما انت تبخس في سعر السيارة، تمام. فالسيارة طبعا السيارة هذه لموديل معين، زي ما هو حكي لك هنا سيارة فورد الموديل هذا، تمام، بنطبقش على كل السيارات. سيارة موديل معين، قل لي قديش ماشية، بقول لك انه قديش بتسوى اليوم. ماشية على الزيرو بيكون سيارة جديدة وسعرها 17000. ففعلا باستخدام هذه المعادلة الرائعة قدرت انه انت فعلا انه انت تستخدمها عشان تعمل استيميشن للبرايس تبع السيارة بعد ما تمشي كيلومترات معينة بالإضافة للسيارة الجديدة، تمام. لاحظ انه برضو كذلك انه ما كانش عن في البيانات موجود اي سيارة كانت ماشية اقل من 19000 ميل. ما حدش بيشتري سيارة بيشتري يعني بيمشي فيها يعني 1000 ميل وبيجي بقول والله لا بطلت، ما خلص. بعد ما يمشي فيها فترة معينة ساعتها بقول انه والله بدي اجدد، تمام. فبالتالي انه عدد يعني ما فيش بيانات او ما فيش سيارات كانت ماشية يعني اقل من 19000. كل السيارات المستعملة اللي بدها تنباع بدها تكون ماشية على الاقل 19000 ميل، تمام. تذا قديش انه هو انحراف المعياري، قديش انحراف النقاط عن المتوسط. انت بتقصد انه متوسط السعر، ما السعر بتأثر قديش ماشية. توزيع البيانات اللي هو انت تقول لي الفاريبل ايش هو، اي بيانات؟ السعر. سكاتر بلوت. ما هو السكاتر بلوت هو فعلا هيو، يعني هيو بهذا الشكل،
يعني بدون، يعني انت بدون اللاين، لو انت عملت سكاتر بلوت تقدر انه انت يعني كيف يعني ال 17 هي البيز؟ لأنه السيارة الجديدة سعرها 17,000، بدي أطرح منها قديش؟ بدي أقلل لك 6 سنتات على كل كيلو ماشي، ما أنت ماشي. متذكر. ما هو هنا ناقص، لكن انت عندك سعر البيت زائد 25,000 زائد. هاي انت عندك ال 25,000 زائد واللي هي البي نوت ماشي، انت بدك تعتبره البيز. ما هو ايش معنات البيز؟ قول لي ايش معنات البيز عشان بغض النظر عن المساحة، العظم بغض النظر عن المساحة. طيب أنا ليش بقول لك ليه؟ لا، ليش هناك؟ لأنه أنا ممكن أنا أعتبره إنه هو بيز، أما هنا لا، لأنه هناك بقول لك فورد موديل كذا، موديل مش عارف أبصر إيش، موديل محدد. الموديل هذا السعر تبعه معروف. تمام؟ لكن أنت إذا أنت بدك تعتبر إنه البيز أنت عندك العظم، سألتك سؤال قلت لك عظم بغض النظر عن المساحة، قلت لي لا. فما ينفعش إنه أنا أقول والله إنه البيز تبع البيوت كذا، لأنه هو مرتبط ب، لا بقدرش إنه أنا أعتبر إنه 25,000 هي البيز. يعني أي بيت إنه 25,000 وزود عليه إضافات، لا مش صحيح. يعني ممكن أنت عندك، بيوت عظم ممكن تكون انه فوق ال 40,000، فوق ال يعني اكثر من هيك، 50,000، 50,000 عظم ولسه بدك تزود عليهم التشطيب، يعني مبلغ ما قدره. تمام؟ هاي المعادلة تبعتها زي ما انت شايف بالنازل، العلاقة تناقصية، كل ما زادت المايلات كل ما نقص سعر السيارة. تمام؟ عشان انت هيك يعني عشان هيك انت بتيجي اول حاجة انت بتسألها في السيارة المستعملة ايش هي، قديش ماشية السيارة بالضبط. تمام؟ نبدأ يعني نحكي في البولونوميال. البولونوميال فعليا انه يعني ممكن انه البيانات تبعتك ما يعني مش مناسب انه انت تعملها فيت بلينير او بستريت لاين. في هذه الحالة انه ممكن يكون انسب انه انت تعمل فيت للبيانات هذه باستخدام بولونوميال نايل لاين او خط يعني مش مستقيم. تمام؟ فأنت عندك البيانات زي هيك. تمام؟ وبدك إنه أنت ترسم لها خط.
لاحظوا يعني واضح يعني تماما عندك على اليمين أن الخط هذا مش خط مستقيم polynomial. اوكي طيب نشوف الكلام هذا، يعني نشوف هذا الكلام كتطبيق عملي. نبدأ أول حاجة ب كيف؟ مش هنخوض في المعادلات، كيف؟ مش هنخوض في المعادلات في البولينوميال. لا 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 لا، نفس لأنه نفس الفكرة، يعني ممكن إنه أنت تستخدم نفس الهذا. حكيت أنا الريفرنسز أنا حطيت لكم إياها هنا على الجيت هاب. أنت في عندك الرابط الأول، حتلاقي كالعادة أنت عندك اللينير موديل إنه مشروح بشكل ثيوري وين على الأسكيلير، إنه هو بحاول إنه هو نفس الكلام اللي إحنا شرحناه، إنه هو بحاول إنه هو يقلل إنه بده يوجد اللاين اللي بيقلل لك الإيرور قدر الإمكان بهذا الشكل. تمام؟ و المرجع الثاني او الوصفه الثانيه انه ايش هو الكلاس اللي انت ممكن تستخدمه في الاسكيلان عشان عشان تعمل لينير ريجريشن. طبعا في عندك مثال هنا، لاحظ انه المثال هذا، خليني برضو اشغل لك خليني أعمل نوت بوك جديد. طبعا هاي الامبورتس بالاول بختار البيز، بعدين هنا عندي اكس، لاحظ انه هو معرفها كنمباي اري، وهي الواي. لاحظ أن معادلة الواي هي عبارة عن 1 ضرب اكس 0 زائد 2 اكس 1 زائد 3، معنى ذلك أنه الواي قيمتها بتتأثر بقيمة اكس 0 واكس 1. لاحظ أنه هذه عبارة عن 2 variables أنا عندي، مش variable واحد. يعني إحنا لو بدنا نسقط هذا المثال على الهاوس برايس، ممكن يكون انت عندك المساحة بالإضافة مثلا لقديش انه البيت هذا حديث او سنة البناء، قديش له مبني، 5 سنين 10 سنين 3 سنين. فبالتالي انت في عندك هنا تو فاريبل. لاحظ لي هنا الاكس هي عبارة عن اكس كابيتال، طبعا لاحظ انه هي عبارة عن تو دايمنشنال الري، معنى ذلك انه انت في عندك متغيرين اكس 1 واكس 2، والواي قديش القيمة تبعتها عبارة عن 1 دايمنشنال بهذا الشكل، هاي القيم تبعتها. فبدنا نحاول انه احنا نعمل ريجريشن موديل بيعمل فيت لهذا لهدول البيانات. فبالتالي اللينير ريجريشن بتعرف اوبجكت انت عندك من لينير ريجريشن اللي انت بتعمل له امبورت. فبالتالي هنا فروم اسكي ليرن لينير موديل، هنا في عندك كل اللينير موديل بتعمل امبورت لللينير ريجريشن.
تمام. فاللينير ريجريشن هذا عرف منه اوبجكت مباشره، الاوبجكت هذا قلت له فيت اكس واي، فيت اكس واي معنى ذلك انه انت اعمل لي يعني حاول انه انت تعمل لي لاين، الستريت لاين بتوين اكس وواي، تمام. والسكور هنا يمكن انت عندك الفيت اللي هي الفيت لينير موديل، عندي السكور بترجع لي الكوفيشنت للبريدكشن. ايش الكوفيشنت؟ انا عندي، انا عندي هاي يرجع لي الكوفيشنتس، رجع لي اياها السكور اللي هي هذه، رجع لي اياها انه هي واحد. تمام. وممكن انا استخدمه في البريدكشن. كيف؟ السكور، السكور اللي هي الار سكوير، تمام؟ بدك ترجع الكوفيشنت، انت في عندك هاي الكوفيشنت بطلع لك اياه. الكوفيشنت انا عندي بي 0 واحد وبي 2 وبي 1 اللي هي عبارة عن 2، و الانتر عفوا هذه مش بي 1 وبي مش كيف؟ لا هذه ما فيش فيها ابسلون، انت عندك هنا بي الابسلون، انت عندك احنا حكينا انه سم ايرور حيكون، انت عندك تحسبه من خلال حاصل الفرق بين الواي استيميتد مع الواي ترو. حكيت هذه عباره عن بي 1 وهذه عباره عن بي 2، لانه بي 0 اللي هي بتكون عباره عن السلوب، السلوب هيو اللي هو الانترسبت. صحيح المعادله هي، لا يعني هو بعملكش اياها، لكن المعادله هي يكتب لك اياها، هي عباره عن 3 زائد واحد اكس واحد زائد 2 اكس 2. هاي المعادلة. كيف جبت هالمعادلة؟ من خلال انه انت قلت له الموديل تبعك دوت كوفيشنت، راح جاب لك هنا واحد واثنين، هاي واحد وهي اثنين، واحد لاكس واحد واثنين لاكس اثنين. ليش؟ لانه انا في عندي زي ما شفنا انه انا في عندي تو دايمنشنال. اما الانترسبت اللي هي عبارة عن البي زيرو اللي هي هيها ثلاثة، تمام. أنا حطيت ثلاثة ما حطيتش الرقم هذا كله، تمام، يعني بس إنه عشان إنه أنت تشوف كيف شكل المعادلة، تمام. طيب كيف بدنا نستخدمه في البريدكت؟ أنا في عندي نقطة جديدة فبدي أعمل فيها بريدكت، فبقول له بهذا الشكل، بستدعي الموديل بقول له بريدكت، وبدي أعطي له طبيعة الحال نمباي أري. فإذا كان أنا عندي 3 و5 الـ variables هدول، فقيمة الـ y حتكون أنا عندي 16، تمام؟ طيب المثال الثالث هو عبارة عن linear model example أو linear regression example، تمام؟ طبعاً هنا بيجي يعني بستخدم ال diabetes data set. عارفين ال diabetes؟ صحيح، هي بيانات لمرضى السكري، اللهم عافينا جميعا، تمام. فانت في عندك مجموعة من الفيتشرز في الداتا سيت هذه، تمام، مكونة من 442 سجل، فيها 10 أعمدة، تمام. والتارجت هو عبارة عن انتجر الرينج تبعه من 25 ل 346، اللي هو عبارة عن قديش مقدار السكر في الدم،
تمام. فهذه عبارة عن regression problem. التارجت انت عندك بدك تعمل بريدكت لهذا النمبر. ف هاي داتا سيت هذه، خلينا يعني خلينا نعمل اول حاجة الامبورت. خليني افتح نوت بوك جديد عشان تكون الامور واضحة بالنسبة لكم. هذه الامبورت، لاحظ هنا في الامبورت ايش عمل؟ انه عمل من الاسكي لام امبورت داتا سيت ولينير موديل. عمل امبورت للداتا سيت لانه الداتا سيت هذه انه محمله بري لودد مع الاسكي لام، فبالتالي انه ما فيش داعي. او الخيار الثاني انه انت تقراها من سي اس في وتحملها كباند داتا فريم، خلاص بقبلها منك ما في مشكله. تمام؟ بس هنا ايش حمل من المتريكس؟ المين سكويرد ايرور والار 2 سكوير، الار 2 سكور، الار 2 سكور او الار تربيع سكور. تمام؟ فهدول انه هو بده يستخدمها عشان نشوف دقة الموديل. هاجيت هنا بدنا نعمل لود للداتا سيت. لاحظ انه الاكس عبارة عن نمباي اري والواي هي عبارة عن وان دايمنشنال. تمام؟ عرضها بهذا الشكل. هجيت بدي اورجي لك الشيب تبعت الاكس. عبارة عن 442 سجل في 10 اعمدة. تمام؟ الواي عبارة عن 1 دايمنشنال. هنا استخدم منها فيتشر واحد. هاي الفيتشر هذا كيف شكله؟ عبارة عن 1 دايمنشن. قسم لترين وتيست. يبقى هنا عمل سبليت للديتا لترين وتيست. هنا اخذ لترين ايش اخذ؟ كل السجلات ما عدا اخر 20. تمام؟ والتيست اخذ اخر 20 للاخر. تمام؟ بالظبط صحيح. طبعا هذا الكلام طبقوه على الواي. كيف 50 50؟ ايش يعني 442؟ هنا بنعرف الموديل تبعنا لينير موديل لينير ريجريشن. وبعدين الخطوه اللي بعديها بتلاحظ انه دائما اغرب خوارزميات الماشين ليرنينج في البايثون بغض النظر عن المكتبه انه انت داله التدريب انه انت تعمل ترين للموديل تبعك هي اسمها فيت. هتلاقي هذا الكلام برضه في الديب ليرنينج لايبريز زي تنسر فلو او حتى البايتورش، انه انت بتلاقي انه انت لما تيجي تعمل ترين للبيانات تعمل فيت. ايش بتدي له؟ الاكس والواي. دربه انه لما يكون وين؟ صحيح، اخذ متغير الاندكس تبعه 2. كيف؟ صحيح بالضبط، على متغير واحد بالضبط. تمام. بعدين بعد ما عملنا بريدكت، عفوا بعد ما عملنا ترين بدنا نعمل بريدكت لايش؟ للتست. فهنا اديته بريدكت وهنا ايش اديته؟ الاكس تيست. طبعا انا عندي الواي ترو،
فبالتالي انه انا بدي اشوف اول، يعني قبل ما اشوف هذا، انه خلينا نشوف الكوفيشنت. خلينا هنا قبل ما نعمل بريدكت، خلينا نشوف الكوفيشنت. الكوفيشنت انا عندي هنا هذه القيمة. والانترسبت قديش قيمة الانترسبت؟ هاي قيمة الانترسبت، تمام؟ يبقى هذه بي نوت وهذه بي واحد بهذا الشكل، تمام؟ هاي الداتا الأصلية، هاي داتا إيش يعني بالضبط؟ هاي عملنا لود داتا سيتس، لود دايا بيتس، تمام؟ قلت له إنه رجع لي الإكس والواي منها، فهي رجع لي الاكس لحال والواي لحال. هاي الاكس شفنا الشيب تبعها 442 في 10، والواي 1 دايمنشن. ايش راح سوى؟ راح اخذ بس فيتشر واحد من العشر اعمده هدول، اللي هم التسعه، عفوا في الاكس انت عندك يبقى 11 بالضبط، تمام؟ يبقى انت عندك اخذ واحد من العشرة، الاندكس تبعه 2. كيف؟ بالضبط، تمام؟ شفنا قبل هيك في المثال هذا انه كانت انا عندي الاكس عبارة عن متغيرين، تمام؟ بس هنا انه هو بده يعتمد على متغير واحد، ممكن ندخل متغير ثاني، ما في مشكلة، وممكن كل المتغيرات، تمام؟ بيطلع لك الكوفيشنت على حسب عدد المتغيرات، ما دام انت عندك متغير واحد معنى ذلك انه بيطلع لك كوفيشنت واحد، عندك ثلاث اكسات بيطلع لك ثلاثة. الانترسبت خلص دائما بيكون انت عندك موجود الانترسبت. هكيت عملنا البريدكشن، ايش بدي اسوي الخطوة اللي بعديها؟ ايش بدي اعمل الخطوة اللي بعديها؟ بدي احسب السكورز، تمام؟ وبدي احسب السكويرد ايرورز. فهنا بحسب سكويرد ايرور. فانت عندك داله هنا بيلت ان اسمها المين سكويرد ايرور، من وين جابها؟ هي عملنا لها امبورت، فاسكي ليرن ماتريكس امبورت مين سكويرد ايرور وار 2 سكور. فاحنا بدنا نحسب هذه بالاول. هذه ايش بعطيها؟ هاي بعطيها الواي تيست والواي بريدكت. ولو انت محتار انت ايش بدك تعطيها، بس مجرد انه انت ارجع للدوكيومنتيشن هنا واكتب بس اسكيلر، بيجيب لك انه ايش البارامترز تبعتها. بقول لك انه البارامترز تبعتها، اول بارامتر هو عباره عن الواي ترو، والبارامتر الثاني الواي تيست. كيف بيشتغل؟ بروح بحسب لك المين سكويرد ايرور. الايرور اللي هو عباره عن حاصل الفرق بين كل واي ترو وواي بريدكت، بربعه وبعطي لك وبرجع لك المين، تمام؟ فهذا قديش كانت القيمة تبعته؟ كانت عبارة عن 2548. تنخضش من الرقم هذا الكبير، لأنه هذا عبارة عن مجموع ايرورز، عبارة عن مجموع ايرورز، تمام؟ بعدين صحيح. التربيع يستخدم لحاجتين، عشان يطير الماينس، التقليل إذا كان فلوت، إذا كان أقل، إذا كان فراكشن أقل من واحد. إذا كان رقم عشري ممكن انه انت في عندك، يعني في الماتريكس هنا هكيت حورجي لك الطرق الثانيه انه انت تشوفها، بس خليني اورجي لك هنا الار 2 سكوير او ار 2 سكور قديش القيمه تبعته؟ 47. تمام، هكيت
طرق قد هذا الار 2 سكوير. المفهوم تبعه زي ما احنا شفنا في السلايد انه احنا جبنا حاصل الفرق، تمام، بعدين جبنا المتوسط. هنا بيربع وبعدين بيجيب المتوسط، تحت بيجيب المتوسط وبعدين بيربع. أقول لك ليش في فرق؟ أيوة، ارجع لهنا. لاحظ إنه هنا في هذا المثال، هنا أنت في عندك ايرور بالموجب وايرور بالماينس، وهنا عندك 5 1 وماينس 4، هدول مجموعهم طلع أنت عندك ايرور قليل، فالموجب بيطير الناقص، تمام. فهجيت انت بعد ما تجيب المجموع هذا 3.59 وربعها، تمام، بيطلع انت عندك بالضبط هذه الار. كيف؟ فوق المجموع بدون تربيع، السم، بعدين بربع. اما هداك متوسط، في فرق بين المجموع والمتوسط. المتوسط هداك بده يربع وبعدين بده يحسب المتوسط. المتوسط اللي هو عبارة عن المجموع على العدد. لاحظ انه هنا عامل سكاتر بلوت، عشان يرسم لك العلاقة. ممكن انه انت تطبق البولينوميال هنا. توصف ايش؟ لا، بي نوت هي السلوب. السلوب بي واحد. السلوب بي واحد مش واحد. السلوب هاي القيمة تبعته. هذا. وهي السلوب. هاي السلوب هذا هيك. ليش؟ مش منطق. كيف؟ هو يعني انت مش هتقدر تطلع الايرور. الايرور بتطلعه انه واي استيميتد واي ماينس الواي الاصليه. الاستيميتد واي ماينس الواي الاصليه. هجيت السلوب هذا، يعني انا فاهم انه انت لو بدك تحسبيه لانه هذا عباره عن نيوميريك، بس انت في عندك تحويل لنظام بدك تحوليه لنظام ال 360 درجة. فبالتالي هذا لو انت بدك تحسبيه بنظام ال 360 درجة، معنى ذلك انه انت بدك تلفي 360 وكمان 360
وكمان 360 بالضبط صحيح. تمام، لكن هو كقيمة إنه هيك معادلة الخط المستقيم، هذه القيمة إنه هي لها علاقة ب عشان تطلع الحسابات صح يعني. تمام، لكن هو كسلوب بدك تحوليه لنظام ال 360 درجة. ثواني بس أشوف إذا في كان شغلة إلها ذات علاقة في الموضوع هنا. طيب حكيت البولينوميال، يعني شفنا أمثلة، عدة أمثلة على اللينير ريجريشن البولينوميال. في عندكم هذا المثال، تمام، فبالتالي أنا عندي قيمة الإكس بهذا الشكل وقيمة الواي بهذا الشكل. خليني أنا أطبق لكم المثال هذا.